اتكلم مع ايناس لان ما سمعتهاش. ايناس، الاحصائيات كلها بتؤكد فكره ان نسبه كبيره جدا من الستات اللي عندهم ميزه النجاح والقوه والجمال حياتهم الشخصيه فاشله. وتضيفي عليها الشهره، لان الراجل بيتضايق قوي من حكايه الشهره، شهره الست بتاعته دي حقيقه. بس دي كيس وفي مشاهد برضو. لا يا اسلام، يعني في مشاهد كوميدي قوي. في مشاهد كوميدي متكرره في حياتي تموت من الضحك. ايه؟ منها لو هنبتدي بنفكر في علاقه، اوكي، فهنتقابل في كافيه، في ريستورانت، في مكان، هيقول لك الناس هتتصور معاكي. لا لا لا، ما هو لسه ما قالش، هو احنا هنخش على المشهد على طول. اوكي، فاحنا رايحين وفي نفسك انت مكان في مشاعر ده. لطيفه، يعني في بدايه مشروع. فدخلنا اتقابلنا في المكان، اولا باخد بالي ان هو اللي نشن على المكان، هو اللي اختار، فغالبا بيبقى المكان ده هو متعود يروحه، فمأمن نفسه بان الناس عارفينه. المشهد ده حصل لي في حياتي كتير. فاروح عادي جدا على الميعاد مستبشره خيرا. كلكت 10 مرات مثلا. ما يقلش عن كده. أوكي. نقعد، اول ما نقعد بيحصل حاله ترحاب من الناس، حب الناس اللي هو الرصيد الوحيد اللي ليا انا كبني ادمه. حب الناس، الويترز، الناس، صاحب الريستورانت بتاع منورانا، نتصور، ممكن نتصور مع حضرتك، ممكن صوره، طب ممكن كلمه. مشكله كبيره بقى عبال ما يحصل باظت العلاقه، باظت الحكايه. لا لا، هو ما اتجوزش واحده كده، باظ اهو اعترف اهو. ما يتجوزش هو الراجل ابو كده، هو لازم يكون فاهم ده. هو متجوز نجمه، مش قصدي ان انت مش غلطانه في حاجه، على نفسي. لا انت مش غلطانه في حاجه، بس هو الراجل ما دام اختار النمط ده بالظبط، ده عامل زي متجوز واحده مش محجبه يقول لك بعد الجواز هحجبها. لا، هي دي النقطه، هي الموضوع كده. انت ليك شخصيتك ونجاحك، انا ما ينفعش اتجوزك واتوقع منك ان مش نجمه. ممكن بقى نبقى سبيسيفيك اكتر. طب والنبي سؤال، ليه النجاح؟ لا ثانية واحدة يا اسلام، ليه ما تتجوزهاش لو هي تشايني؟ ليه؟ لا انا بالنسبة لي اتجوزها، انا مش مشكلة، انا اصل انا وصل، انا لا مش على حضرتك يعني الراجل يعني. ليه؟ لا، لو راجل واثق في نفسه ليه بيحصل لهم كهرباء؟ ليه بيحصل لهم كهرباء؟ اول راجل النبي المفيد اقول ليه؟ علشان هو هيفضل طول الوقت يعقد مقارنة. هم نوعين، في واحد هيتقبل الست الناجحة وينجوي نجاحها، ينبسط بيها، انا مراتي فلانة الفلانية، ام براود اوف هير، انا فخور بيها وام اولادي وهتطلع اولادي اقوياء. وفي نوع تاني هيبقى هو طول الوقت بيعقد مقارنه. ايوه بس الشهره، ما هو بيعقد المقارنه دي. استنى بس، هي حاجه نفسيه ان هو أيوة طول الوقت حاطط نفسه كانه لازم يسبقها، فسبق، فالحياه مش مريحه بالنسبه له. انا بس عايز اعقد على كلام ايناس، يبقى قاعد مرتاح، عايز مش عايز يقعد يسابق على كلام ايناس حاجه بقى، عشان برضو المشاهدين ما يفهموش غلط. طب خلي اسلام يتكلم. انا مش ضد الرجاله خالص، انا فاهم، انا بحكي عن حاله حقيقيه، بس انا بتكلم يا ايناس ان انت برضو حاله خاصه. في فرق بين الست الناجحه والست المشهوره، يعني فاهمه قصدي؟ يا نجاحها جه في الشغل. يعني لو انا ست ناجحه قوي 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 قوي، يعني غير الست المشهوره. الست المشهوره دي حقيقي محتاجه راجل عنده نفسيه خاصه، مظبوط، عشان يستحمل ده قوي. وعاده يعني لازم يكون مشهور زيها عشان يقدر يتقبل. مش لازم يكون مشهور زيها، لكن النجم بعيدا عن الشهره تكون نفسيته سويه وسليمه، متصالح مع نفسه ومتصالح مع مهنته.